ولمتابعة آخر تطورات المشهد في فلسطين المحتلة في ظل المساعي لتثبيت التهدئة، معنا عبر سكايب من غزة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعدة. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. هناك محاولات لتثبيت التهدئة تقودها أطراف عديدة، لعل أقربها القاهرة. إلى أي مدى ترى إمكانية تثبيت التهدئة؟ مصر هي يعني التي رعت اتفاق التهدئة الأخير، ومصر منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، يعني بدأت بجهود حثيثة من أجل وقف إطلاق النار والحصول على تهدئة جديدة، ولذلك مصر تعمل بشكل حثيث من أجل بقاء وقف إطلاق، لأنه مصر لديها مصلحة في ذلك. أولا يعني مصر استطاعت من خلال هذه التهدئة التي توسطت فيها بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن تستنهض دورها الدولي والإقليمي، هذا أولا. ثانيا مصر لديها علاقة تاريخية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948، وخاصة في قطاع غزة. وثالثا مصر لديها حدود مشتركة مع قطاع غزة، وبالتالي هي معنية بأن يكون هناك تأمين لهذه الحدود، ولذلك مصر منذ البداية سعت إلى الحصول على وقف إطلاق نار، وهي تحاول الآن يعني من خلال متابعتها الميدانية ومتابعة الوفود الأمنية المصرية في غزة وفي الجانب الإسرائيلي للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكي لا تعود الأمور إلى المربع الأول، خاصة وأن الاستفزازات الإسرائيلية التي كانت وراء الموجة الأخيرة من يعني هذا الصراع المسلح كانت بسبب الاستفزازات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وكذلك الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. ولذلك مصر بعتقد أنها تبذل جهود من أجل تكرار ما حصل خلال الشهر الأخير. نعم، كيف يمكن قراءة توجهات الاحتلال في ضوء استمرار الأحداث في الأقصى وأيضا في حي الشيخ جراح؟ يعني فيما يتعلق بموضوع حي الشيخ جراح، الآن الموضوع هو في المحكمة العليا الإسرائيلية، وحسب ما فهمنا في أحد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال نتنياهو بشكل واضح أن المستوى السياسي في إسرائيل طلب من المحكمة تأجيل البت في هذه القضية، لأنه الكل بات يعرف الآن أن أي قرار سوف يؤدي إلى إخلاء الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح سيؤدي إلى تجدد الصراع من جديد، سيؤدي إلى دوامة عنف جديدة. ولذلك على الأغلب أن إسرائيل تسعى في موضوع الشيخ جراح إلى تسوية لا تؤدي إلى إخلاء السكان الفلسطينيين، وإنما تبحث عن تسوية أخرى بحيث لا يؤدي ذلك إلى تفجر موجة جديدة من الصدامات العسكرية مع الفلسطينيين. فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، يعني شهدنا بالأمس، يعني في البداية كان هناك تواجد شرطي إسرائيلي خارج المسجد الأقصى، ولكن فيما بعد عندما بدأت الهتافات في بعد صلاة الجمعة بالأمس، ويبدو كان هناك يعني تواجد فلسطيني أزعج الإسرائيليين، الشرطة الإسرائيلية، ولذلك حدثت صدامات في باحات المسجد الأقصى بالأمس. ولكن أنا بعتقد أن إسرائيل تعلم تماما أن أي استفزاز في المسجد الأقصى أو في حي الشيخ جراح سيؤدي إلى دوامة عنف جديدة وحالة من الصدام العسكري الجديد، ولذلك هي بعتقد من خلال متابعة الوفد الأمني المصري لن تذهب إلى جر الفلسطينيين إلى مواجهة عسكرية جديدة، هي تعرف أنها لن تكون يعني لا في صالح إسرائيل ولا في صالح الفلسطينيين المدنيين في نهاية الأمر. تمام دكتور، يعني لعل أثار واضحة تركتها هذه المواجهة الأخيرة في العلاقة مع الكيان الصهيوني، كيف ترى تلك الآثار التي تركتها المواجهة؟ بعتقد يعني من خلال قراءتنا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يعني ما حصل مؤخرا يعني يعتبر بمثابة انتكاسة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لأنه
هو حاول منذ البداية أن يصور أن هذه المعركة سوف تؤدي إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة والقضاء على المقاومة في قطاع غزة، ولكن مني بفشل كبير. وثانياً على المستوى الأمني واضح أن هناك صدمة في الأوساط الأمنية الإسرائيلية من القدرات الصاروخية الفلسطينية، سواء في المدى أو في حجم أو في الدقة في إصابة الأهداف، ولذلك هذا أصاب الجهات الأمنية في إسرائيل بخيبة أمل. وثالثا وهو الأهم الآن، أنه الجيش الإسرائيلي فشل في يعني مواجهة الصواريخ، القبة الحديدية لم تحمي الإسرائيليين. وقبل قليل يعني هناك وسائل إعلام تتحدث عن أن رئيس هيئة الأركان في إسرائيل أفيف كوخافي لن يمدد له لسنة إضافية بسبب فشل الجيش في التعامل مع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يعني بدأت آثار هذه المواجهة العسكرية الأخيرة لها يعني لها انعكاسات سلبية على المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل. دكتور، من المفترض أنه اليوم يكون انتخابات في فلسطين، كان من المفترض ذلك لكن أجلت أو ألغيت بفعل عدم سماح إسرائيل بانعقادها في القدس كما قال الرئيس الفلسطيني. كيف تقرأ المشهد الفلسطيني بعد هذه المواجهة؟ هل سيحصل هناك نوع من التقارب بين الأطراف الفلسطينية وخاصة فتح وحماس، أم أن هذا سيزيد من الانقسام؟ بصراحة الفصائل الفلسطينية وبالتحديد فتح وحماس قطع شوطا طويلا في محادثات إنهاء الانقسام أو حوار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بدءا من المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في منتصف يناير من هذا العام للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. ولكن عدم إعطاء إسرائيل قرار أو رد بخصوص إمكانية عقد الانتخابات في مدينة القدس الشرقية يعني كان أحد الأسباب الأساسية وراء تأجيل الانتخابات. الرئيس عباس قال في خطابه الأخير أنه يعني سيذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية كما هو متفق عليه في حال وافقت إسرائيل على ذلك، ولكن يعني متى توافق إسرائيل هذا أمر غير معلوم، ولا أعتقد أن إسرائيل ستوافق. ولذلك هناك بعض يعني الآراء الفلسطينية التي تقول أنه على الرئيس محمود عباس أن يصدر مرسوما جديدا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن تفتح المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي مواجهة على المستوى الشعبي، توضع صناديق الاقتراع في مدينة القدس وتوضع إسرائيل تحت سياسة الأمر الواقع، وأن لا يسمح لإسرائيل بتخريب أو عرقلة الانتخابات الفلسطينية، لأن الانتخابات ستكون بوابة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. بعتقد أنه هناك ضغوط على الرئيس عباس للذهاب في هذا الاتجاه، ولكن يعني لا أستطيع أن أجزم إذا كان الرئيس عباس سيذهب بهذا الاتجاه أو ينتظر إلى ما لا نهاية في هذا الموضوع. نعم، فيما يتعلق الآن بآثار الحرب في قطاع غزة ومسألة إعادة الإعمار، هل تتوقع أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية في هذا الموضوع؟ بصراحة يعني في نهاية الأمر يجب أن نقر هناك أمر واقع في غزة. غزة تحت سيطرة حماس بالكامل، سيطرة أمنية وسيطرة إدارية، ولذلك السلطة الفلسطينية في غزة موجودة بشكل اسمي عمليا، أما من يحكم في قطاع غزة بشكل عملي وبشكل فعلي هو حركة حماس. وإذا ما أخذنا بما حصل بعد الحرب في عام 2014 يعني وإعادة إعمار قطاع غزة، معظم يعني الدول التي قدمت دعم للفلسطينيين لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة كان هذا الدعم إما عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا، فمثلا السعودية والكويت بالدرجة الأساسية يعني كان دعمها لإعادة البناء والإعمار من خلال وكالة الغوث. قطر كانت يعني تقوم على دعم مشاريع الإعمار من خلال اللجنة القطرية هنا في قطاع غزة، ولكن السلطة الفلسطينية يعني أشرفت بشكل يعني دعني أقول بشكل عام على مسألة إعادة البناء، أما الأموال لم تسلم للسلطة الفلسطينية ولم تسلم لحماس طبعا، وإنما كما قلت لك
يعني الأموال إما كانت عبر وكالة الغوث واللاجئين الأونروا، أو مشاريع أقدمت عليها الدول بنفسها ولكن عبر مؤسسات دولية. نعم، الآن كيف يمكن قراءة المشهد دكتور مستقبلا في مستقبل العلاقة؟ وهذا موضوع غاية في الأهمية، يعني هناك تعطيل للانتخابات، لكن هذا ليس معناه كما تفضلت قبل قليل بأنها ألغيت، وهناك مطالبات للرئيس محمود عباس بأن يصدر مرسوما رئاسيا آخر. مرة أخرى أسألك عن انعكاسات هذا، بعض المراقبين قال بأن ما جرى عزز من قوة حماس، وبالتالي لن يكون هناك تقارب مرة أخرى في المستقبل القريب بين فتح وحماس أو انعقاد انتخابات قريبة. ما من شك أن ما حصل خلال الأيام الماضية من مواجهات عسكرية وبسالة المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس في التصدي لهذا العدوان وهذه الاعتداءات الشرعية للحياة السياسية الفلسطينية، وكذلك يعني عزز بشكل كبير من شعبية حماس. شعبية حماس هنا في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية غير مسبوقة بصراحة، ورأينا ذلك يعني من خلال الهتافات التي كانت في المسجد الأقصى. يعني بصراحة قائد هيئة أركان كتائب القسام والمقاومة محمد الضيف أصبح أيقونة فلسطينية لكل الفلسطينيين، نعم، سواء في الضفة أو في القدس أو في غزة. ولذلك حماس يعني من غير المنطقي أن يتم تجاهل حماس كلاعب أساسي في الحياة السياسية الفلسطينية. ولذلك بعتقد الآن الكرة هي في ملعب الرئيس محمود عباس، إذا هو أراد أن يذهب باتجاه تحديد موعد جديد للانتخابات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، هذا سيكون يعني على أساس قواعد الشراكة السياسية. ولكن إذا استمر الرئيس محمود عباس في سياساته التي تتجاهل حماس ويسعى إلى يعني عمليا أنه إنشاء حكومة توافق وطني تقبل بالشرعية الدولية، لا أعتقد أن الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح فيما يخص إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأن حماس ترفض الشروط الدولية، ترفض شروط الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والقبول بالاتفاقيات السابقة مع إسرائيل. ولذلك أنا أعتقد أنه يجب البحث عن قواسم مشتركة مع بين حماس وفتح بدلا من الحديث عن قرارات الرباعية الدولية. أشكرك جزيلا دكتور مخيمر أبو السعدة الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة.